بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعليكم أجمعين ورحمة ورحمة وبركاته. اليوم أريد أن أتكلم آداب الطلب العلمي. من أراد طلب العلم فلا بد له من آداب يعينه على تحصيل ميراث النبوة. من بينها الأول يقصد بعلمه وجه الله تعالى، وقد جاء في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى آخر آية. وقد ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الأحباب الكرام، الأول يقصد بعلم وجه الله تعالى، الثانية الرحلة في طلب العلم. وقد قيل: أخي، لن تنال علم إلا بستة، سأنبئك بتفاصيلها ببياني: ذكاء، وحرص، وافتقار، وبلغة، وتلقي أستاذ، وطول الزمان. ثالثا، عدم الشبع من طلب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يقصد في الطعام ولا يأكل حتى يشبع، لأن الشبع يثقل البدن ويقلل الفهم ويفسد الذهن. وقال الإمام صحوني من مالك، يعني من مذهب المالكي: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.